شاب سعودي يلتقي بوالدته بعد 32 عاماً. حرم الشاب من والدته بسبب خلافات أسرية. تربى وهو ابن 4 سنوات بعيداً عن والدته. تعرف معنا على قصة الشاب السعودي المؤثرة. الشاب السعودي تركي خالد سنيد السنيد حرم من والدته منذ طفولته، فعندما كان عمره 4 سنوات وقعت خلافات كبيرة بين والدته المصرية ووالده السعودي، وتم انتهاء علاقة الوالدين، ومنذ هذا الوقت لم يلتقي بوالدته. مدة غياب الأم عن ابنها وصلت ل 32 عاماً تقريباً، لكن مؤخراً نجحت سفارة المملكة العربية السعودية بمصر من إنهاء معاناة الأم وابنها، وتم لقاؤهما مجدداً رغم السنوات الطويلة. روى الشاب خالد تفاصيل حرمانه من والدته، وقال إن والدته كانت ذاهبة للقاهرة من أجل زيارة أسرتها، لكن والده قرر الانفصال عنها والعودة للسعودية بدونها، وأخبره بعد ذلك أن والدته توفيت. انتقل خالد للعيش مع جدته لوالده حتى وصل عمره 16 عاماً ثم توفيت جدته، وبعدها انتقل للعيش مع إحدى قريباته حتى بلغ عمره 28 وقرر الزواج وقتها. خلال هذه السنوات حاول الوصول لوالدته، لكن السفارة المصرية في الرياض لم تتوصل لأي حل وقتها. قرر خالد السفر لمصر للبحث عن والدته، وتوجه وقتها للسفارة السعودية في القاهرة ليجد جميع الأوراق التي تخص والديه، وتم البحث عن والدته في أكثر من عنوان حتى تم العثور عليها، وبالفعل تم إخبارها عن وضع ابنها وتم التواصل معها.